بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد ونشرة أخبار النادي الأهلي. خدكم بسرعة للعناوين. العمري فاروق، خطوات جادة لإنشاء مشروع القرن. حسام عاشور أحلم بإنجاز تاريخي مع الأهلي. والفريق الأول يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الطلائع. وجه العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الفوز على الزمالك ثم في المصري في كاس السوبر المصري امام فريق النادي المصري في الامارات. واضاف نائب رئيس النادي الاهلي في تصريحاته له اليوم: سوف نبذل اقصى ما في وسعنا من اجل اسعاد الجماهير، واشار الى ان هناك خطوات جاده من اجل انشاء استاد الاهلي، وسوف نحضر اجتماعا مهما الاسبوع المقبل قبل الاعلان النهائي عن كافه التفاصيل، ونريد ان نطمئن كافه الجماهير على ان هناك خطوات جاده للخروج بالمشروع القرن في اقرب وقت ممكن. استأنف الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب العودة من الإمارات والتتويج ببطولة السوبر على حساب النادي المصري. ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة 18 لبطولة الدوري، ويعقد الجهاز الفني اجتماعا اليوم عقب المران لمناقشة القائمة الإفريقية للفريق هذا الموسم. عشان نتعرف على تفاصيل اكتر معنا على الهاتف زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. امير مساء الخير، اهلا بيك، وعايز اعرف منك اخر تفاصيل تدريب النادي الاهلي واستعداداته للقاء طلائع الجيش. اهلا بيك يا محمد، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي استأنف تدريباته استعدادا لمباراه طلائع الجيش، وايضا عقب الفوز في مباراه المصري وبطوله السوبر، بالتالي النهارده كان متواجد الجهاز الفني بالكامل وايضا لاعبي النادي الاهلي، وكانوا بيستعدوا اكيد للمباراه المقبله امام فريق طلائع الجيش. تعتبر اكيد مباراه مهمه جدا وخطوه مهمه للنادي الاهلي ان شاء الله من خلالها يستغل التعثر اللي حصل لفريق الاسماعيلي بالتعادل امام الاتحاد، ان شاء الله النادي الاهلي يتصدر بطوله الدوري. لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن التمرين وكواليس التمرين. يمكن قبل المران بالضبط بحوالي ساعه الا ربع كان في محاضره من كابتن حسام البدري اللاعبين، هي خدت وقت طويل شويه بالتحديد حوالي 45 دقيقه. واضح ان كابتن حسام البدري كان بيتكلم مع اللاعبين عن مباراه طلائع الجيش وعن الشكل اللي ممكن يلعب هذه المباراه دي طبعا، وعن السلبيات والايجابيات اللي عند هذا الفريق، خصوصا ان فريق طلائع الجيش هو احد الفرق اللي النادي الاهلي تعادل معاهم في الدوري السنه دي وفي تحيه بطوله الدوري من نتيجه 1-1. بالتالي طبعا بعد المحاضره مباشره الفريق نزل ارض الملعب، كان في مجموعه مخصص ليها بعض التدريبات الاستشفائيه، وهم المجموعه اللي شاركوا في مباراه المصري الاخيره طبعا واللي قدر النادي الاهلي يفوز فيها، وايضا مجموعه اخرى وهي مجموعه ما كانتش بتشارك في الفترات الاخيره، وكان لهم بعض التدريبات البدنيه، وايضا كان لهم تقسيمه مع نهايه المران، وجميعهم طبعا تالقوا في التقسيمه وادوا بشكل جيد جدا. لكن بالتحديد يا محمد عايز اتكلم برضه عن المصابين. محمد نجيب
كان خلاص على وشك التعافي من الاصابه، وعنده الام في الحوض، وايضا عنده سد في العضله الضمه، يعني بالكثير قدامه اسبوع ان شاء الله يكون متاح للجهاز الفني للمباريات الرسميه. كان عنده قبل المران على طول بعض التدريبات التاهيليه ان شاء الله عشان يستعد من خلالها للعوده للتدريبات الجماعيه مع الفريق. بالنسبه طبعا لرامي ربيعه ايضا كان عنده بعض التدريبات في الجيم، ورامي يمكن عنده سد جامد شويه في العضله الضمه، فبالتالي لسه امامه وقت عشان يعود للتدريبات الجماعيه مع الفريق. خليني اقول لك ايضا ان عبد الله السعيد النهارده كان متواجد في التدريبات في الجيم فقط، خصوصا ان عبد الله يمكن يكون بيعاني من اجهاد خلال الفترات السابقه بسبب توالي المباريات وضغط المباريات، ومش عبد الله بس، يمكن فريق النادي الاهلي كله بيعاني من اجهاد بسبب الفترات الضيقه ما بين كل مباراه ومباراه. لكن الامور بشكل عام ماشيه بشكل جيد، والفريق ان شاء الله بيستعد للمباراه المقبله، وان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه يا محمد. طيب عايز اسالك، هل كان في النهارده محاضره قبل التمرين، ولا الجهاز الفني اكتفى بالبدايه بالتمرين بشكل عام؟ زي ما قلت لك يا محمد، طبعا كان في محاضره قبل التمرين، ويمكن استمرت حوالي 45 دقيقه بالتحديد. كابتن حسام بدري يمكن كان بيتكلم مع اللاعبين يحاول ممكن ان هو يخرجهم شويه من حاله النشوه بسبب انتصارين مهمين متتاليين، سواء امام الزمالك بنتيجه كبيره 3-0 وايضا فريق المصري. ضروري طبعا طوي هذه الصفحه والتركيز في ما هو قادم، وهو ده الاهم، وده اللي اعتاد عليه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دايما طبعا خلال الفترات السابقه. خلاص النادي الاهلي بيركز في المباراه المقبله واهميه الفوز على فريق طلائع الجيش واستغلال التعثر بالنسبه لفريق الاسماعيلي والمتصدر حاليا فرق نقطتين عن النادي الاهلي، بالتالي النادي الاهلي لو قدر يفوز في هذه المباراه هيتصدر بطوله الدوري، وده المعتاد بالنسبه لفريق الاسماعيلي. الامير، بالنسبه للقائمه الافريقيه هل في ملامح ولا لسه الجهاز الفني بيشكلها؟ خليني اقول لك ان هو هيكون في اجتماع بعد التمرين، يعني التمرين خلاص خلص، يعني كمان شويه هيكون في اجتماع بين الجهاز الفني سواء كابتن حسام البدري وجهاز المعاون كابتن سعد عبد الحفيظ عشان يستقروا على القائمه الافريقيه اللي هيحددها طبعا عشان المشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن خليني اقول لك بعض الملامح، يعني طبعا اللاعبين المعارضين سواء مؤمن زكريا، احمد الشيخ، عماد متعب مش هيقيدوا في هذه القائمه، خصوصا ان هم لو قيدوا مره واحده، لو قيدوا طبعا قبل من دلوقتي وهم معارضين وعاد النادي الاهلي او عاد الجهاز الفني قيدهم، فبذلك هيكونوا قيدوا مرتين، وده طبعا النادي الاهلي هيخسر من خلالها اماكن كتير في القائمه ممكن يكون محتاجها لبعض الصفقات اللي ممكن يبرمها. نفس الحال على فكره بالنسبه لعمرو بركات اللي مش هيكون مقيد في القائمه الافريقيه، عشان عمرو بركات خلال ايام هيكون معار لاحد الانديه اللي بتصادوا خلال او بتتفاوض مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره عشان يروح معار، فبالتالي هم الاربع لعيبه دول خلاص اللي بنسبه كبيره جدا او خلاص شبه مؤكد مش هيكون مقيدين في قائمه النادي الاهلي الافريقيه. واكيد هيكون في وجهه نظر فنيه بقى كابتن حسام البدري، دي لسه مش عارفينها، هو اللي هيحدد مين اللاعبين اللي هيكون محتاجهم تحسبا ايضا لضم بعض اللاعبين سواء خلال فتره الانتقالات الحاليه او خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله، وحسب طبعا احتياجات الفنيه كابتن حسام البدري وجهازه المعاون هم الادرى باللاعبين اللي هيكون محتاجهم ان شاء الله خلال هذه البطوله الهامه جدا، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يرجعها ان شاء الله لدول البطولات ان شاء الله. زميلنا الامير هشام، اشكرك شكرا جزيلا من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، وكل تفاصيل استعدادات الاهلي لمواجهه طلائع الجيش في التدريب. كابتن احمد ايوب المدرب العام للجهاز الفني صرح بان الفريق النادي الاهلي اغلق صفحه مباراه السوبر وفرحة التتويج باللقب، لافتا إلى أن تسجيل ينصب حاليا في مباراة الطلائع. وأضاف كابتن أيوب أن الفريق ركز حاليا في مباريات الدوري واستعادة صدارة الجدول المسابقة، مشيرا إلى أن مباراة طلائع الجيش رغم أنها بثلاث نقاط إلا أن الفوز بها يصعد بالفريق على قمة جدول الدوري. وأشار المدرب العام إلى أن هناك صفقة سوبر سيعلن عنها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. عبر عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي عن سعادته بالحصول على بطولة السوبر التي تعد رابع لقب يتوج به منذ الانضمام للفريق، حيث سبق له أن فاز ببطولتي الدوري وبطولة كأس مصر الموسم الماضي، ثم التتويج بالسوبر الأخير على حساب المصري في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات. وأشار السولية أن الأهلي فريق بطولات، وأنه يتطلع إلى الفوز بالمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك دوافع مستمرة يضعها الجهاز الفني أمام اللاعبين لحصد البطولات وإسعاد الجماهير.
ابدا حسام عاشور لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي عن سعادته الكبيره بالتتويج بلقب السوبر الذي يعد البطوله رقم 33 في تاريخه مع النادي، مؤكدا انه يعتز بها كثيرا باعتبارها اول بطوله يرفع كاسها كقائد للفريق منذ ارتدائه شاره القياده بشكل رسمي. واوضح عاشور ان اول امنياته الشخصيه منذ اصبح كابتن للنادي هو استمرار حصوله على البطولات مع الفريق حتى يتم تتويجه باكثر لاعب في تاريخ كرة القدم في العالم تتويجا بالألقاب، لا سيما أن هذا الحلم بات قريبا ولم يعد يفصله عنه سوى 4 بطولات فقط. قال طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي أن الفوز ببطولة السوبر على حساب المصري جاء في الوقت المناسب من أجل تحفيز اللاعبين لمزيد من الأداء القوي في الفترة القادمة والتواجد في صدارة مسابقة الدوري. وأشاد مدرب حراس الأهلي بمستوى المميز لمحمد الشناوي حارس المرمى الفريق في الفترة الأخيرة، لافتا أن نجاحه في الحفاظ على عذرية شباكه في الكثير من المباريات الصعبة يؤكد على قوته وقوة مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي. وألمح سليمان إلى أن الأهلي يملك 3 حراس على أفضل مستوى، وأن الشريف إكرامي وأحمد عادل جاهزان لتقديم أداء مميز في أي وقت يحتاج فيه الفريق لجهودهما. هنستمر إن شاء الله في متابعة الأخبار، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.